وقتاش نولي وتنكي في كيف الناس رجعت حياتي اللور وان شاء الله نولي لاباس. وقتاش يا قلبي يا حيالي الاحساس ونفرح تانا في الدنيا وراني مليت خلاص وراني مليت خلاص. وفين غادي بيا يا قلبي فين غادي بيا وفين غادي بيا يا قلبي فين غادي بيا وفين غادي بيا يا قلبي فين غادي بيا. هتفضل من الزهرة شوية. الحمد لله جبتها من السبيطار ودابا في الدار. حيت هاد المجيه ديالك عندي ناس محمد راه جاتني في الشكل ما مولفاش لك. انا جيت على قبل جوج الحوايج، جيت على قبل فاطمه الزهراء والمشكله ترى فاطمه الزهراء. واش بغيتي تعرف؟ ما كرهتش نعرف كل شيء ولكن متكذبي عليا في والو، حتى انا هاد القصه هادي ما فهمتش فيها والو. كيفاش الدريه تخطفات، كيفاش مشات من هنا جات من هنا، عيطتي ليا في التليفون، ما فهمتش. بغيتي تعرف الصراحه؟ فاطمه الزهراء دوزت واحد القصه خايبه مع هذاك المسطي ديال حسن وكان كيخلعها يوميا. باش نتي نسيتي حسن شنو داير ليا؟ هذاك راه مخلق فيا الرعب، راه كلي كنقفقف ملي كنذكر سميتو. وهذاك خليه على حسابي، هذاك غادي نمشي نديك العربي يهزو، هذاك راه غمسطي ديال الخلا خاصو يمشي يداوى. انا خايف ندخل في شي علاقه ويجي يدير ليا شي مصيبه كحله ولا يدير ليا شي ما تعرف. هذاك راه حمق هبيل يمشي يقول لي شي حاجه ما كايناش، ولا هذاك بوليسي صدق نتيري فيه. لا 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 اختي، هاد الاهرام الخاويه ديالك غادي يخليوك ديما اللورلور. علاش كتفكري فيه؟ مسطي هذاك خاصو يشرب الدواء، ما خاصكش تفكري فيه، فكري في حياتك. ماشي تفكري في الناس اللي اصلا ما خاصناش نفكروا فيهم. كامل مخبينو عليك حيت عارفينك انت بوليسي وغادي تخرج على خدمتك الا قلنا لك هادشي اللي طاري. على هكذاك قلت نخبيو عليك. وتفطم الزهرة ملي كنت كنقول لها نقولوها لك كتقول لي لا، حيت هادشي كامل كان قبل من الزواج ماشي حتى تزوجت. هادشي راه كنا كنعيشوه سنين قبل لي غندير نغوت نسطي هدف. هو واحد الطوموبيل ياك؟ هاد الطوموبيل هو هذا. هو كنتي معاه هاد الطوموبيل؟ هو زوين زوين. احسن مني احسن مني خويا. هالع هالع نبوس لك يدك ورجلك ما معطينيش بارتساع. واش انا كنبان لك في الماء؟ واش كتشربني في الماء ولا شنو؟ اويلي انا ديما مقابلني انت عافاك، عطيني شبرتيساع اللي بغيتي ندور معاك ندير لك شحال، عطيني عا شبرتيساع. اوك كطلبش شيا ديالي بوحدي، انا بوحدي شي مديا درت شي شو واحد صافي ديالي بوحدي صافي. انا راه ماشي ديالك. عليها كتش كتقولها ليا حيت كنا كنخاف. وهذا الشيء اللي كنقول لك راه شويه من بزاف، راه عشنا المعاناه والرعب مع داك السيد. ورغم ذلك كنا كنقولوا راه غير مريض مريض نفسي، راه ما غادي يدير حتى شي حاجه، الا شرب الدواء كيكون بخير، ولا ما شربش الدواء اللي كيتفى انت ما كانش كيصحاب ليا غادي يوصل لهذا الشيء كامل. شكرا لك خديجه، شكرا على الكلام الزوين ديالك اللي قلتي. واخا ما قلتي والو انا عارف مخبيه شي حاجه اخرى، كنتمنى تقولي كلشي. قلت لك الحقيقه كامله وما عندي لاش نخبي عليك ولا نكذب، حيت دابا اللي وقع وقع والسيد راه مات راه في قبره وما عندي لاش نكذب عليك. هذه هي القصه وهنا سالات راه قصه شي كامل ومخبيين ونجوم الله، ولكن ما يهمش. بغيت نقول لك فاطمه الزهراء الحالة اللي فيها دابا حالة يرشد. فاطمه الزهراء راه صاحبتي وكبرنا بجوج من الصغر وما بغيت لها حتى شي حاجه اللي دارها. عمرني كنت كنتخايل هاد المصير اللي وصلنا ليهم وغادا توقع عليها هاد الحاله. كنطلب من مصدر ربي يشافيها وتنسى هادي نزله ودازت. انا تقريبا دابا اكثر من سيمانه مريح من الخدمه كنقدر فاطمه الزهراء دابا راه كاينه في الدار. كنتمنى ما تمشي تشوفيها وتواسيها شويه، حاولي ما تبركيش ليها على هاد المشكل. سي محمد راه قلت لك فاطمه الزهراء اختي قبل ما تكون مرتك ولا صاحبتي، راه انا نمشي ونهزها بيدي، راه ما عندي حتى شي حاجه من غيرها. انا وياها راه كان نص واحد كيذبحنا، ما تحتاجش توصلني عليها، عارفه كيفاش نتعامل معاك. مرحبا. نمشي شي حاجه. شكرا نمشي، كنتمنى ما تمشي تشوفها. المهم هاد الهضره اللي قلت لك بغيتها تبقى بيني وبينك. انا اللي قلت لك بيني وبينك.
يلا الله يعاونك. يا ربي تفرجها، واش هاد حسن بنت ومازال مصائب من موراه. صافي خالتي انا قيتها. فاطمة الزهراء كدير لاباس؟ كيف صبحتي اليوم؟ باقا حالتك هي حالتك، تليفون كنصوني نقيل نصوني لك فيه وما كتجاوبينيش. دابا انا بغيت نفهم حاجه وحده، حتى الانت غتبقاي بحال هكا سادة على راسك وما كدويش، دارك ما بقيتيش جالسه فيها حتى الانت؟ وصافي نوضي عيشي حياتك، دوري براسك، دوري بحالتك، هضري. حتى الانت غتبقاي دافنه راسك حتى الانت؟ راه الحياه ما كتوقفش وحنا كاملين غاديه فيها، يا خاصنا نعيشوها. اما الا بقيتي بحال هكا راه انت غدفني راسك بالحياه. ما كي كتشوفي فيا هاد الشوفات؟ راه حسن مات. ما تشديش ليا حسن. حسن لا حسن لا حسن لا ما تشديش ليا حسن. مات صافي سالينا. شتي هذاك السيد قصتو الطوات؟ راه هو تحت من القبر، راه دفناه. والله غير فاطمة الزهراء قولي عاود بالله مشيت للراجل مفهميني اش كنقول لك. صافي مشى، عمرك غادي تبقاي تشوفي ولا غتسمعي؟ فهمتيني؟ عرفتي دابا شنو تفكرت؟ تفكرت يا ما كنا كنخرجوا نقادوا بروغرامات ونسافروا وهذا، دابا وليتي دافنا حياتك هنا. نوضي نوضي عندي لك واحد البروغرام زوين، غنخرجوا نلعبوا وتخرجي ديك الطاقه السلبيه. لا لا شو كيسمعنا؟ عرفتي الا خرجت غنتلاقى مع الصدقه وانا ما بغيتش نشوف، ما بغيتش نشوف، ما بغيتش نشوف. كيخلعني كيخلعني كيخلعني. فاطمة الزهراء رجوع لها صاحبتي مشات. فاطمة الزهراء بس نوضي سيري 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 غي سيري غي جيبك سيري 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 يلا يلا سيري لداركم سيري 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 قبل ما يتلقاو سيري 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 سيري. فاطمة الزهراء مشات فيها فاللي عقلها تزعزع من بلاصتو. شي هذا اللي كنعرف الكثير. لا 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 انا ما نخرجش نخرج نخرج عاود يخطفني عاود تهني وعاود يضربني. لا 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 انا ما غاديش نخرج، انا غادي نبقى في الدار. انا خايفه انا خايفه اللي غيجي ليا العزيز. لا 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 دخل. بسم الله عليك. شو الزبل اللي عنده ورا مات الله يرحمه مشى. صافي دالي. شوف انا جيت دابا اليوم راه شتي طروبو و بغيت نخرجك شي بلاصه تخرجي بالضربي شي طوب. ما قادرهاش، خليها واحد شويه تولي لاباس ونخرجوا دابا. ما حسش براسي مزيان، خايفه. مناش تخافي وانا معاك، وانت دابا تختار من 15 يوم وانت مريحه هنا. انت غتبقاي هنا وانت غتمرضي كثر. انا حاولي تخرجي بدلي الجو شويه. ضحكي كنتي كتضحكي مع صحاباتك، صاحبتك كانت كتجي عندك ديما تضحكي معاها، ودابا جا ولا شي مريحه بوحدك مال. ولكن دابا الا خرجت ما غيطلق لي حتى شي واحد ياك؟ ما غيخطفنيش ياك؟ عافاك قول لي ما نعاودش نتخطف. مش شويه لاباس باش انا ما غيخطفك؟ قالتي مسطيل ودي بدلي عليك ونخرجوا نضحكوا شويه. انسي هادشي حيدي من بالك. صافي صافي يلا نوض حيت نخرجوا نتغداو على برونش. يلا ما نخافش. واش تخافي واش تمسط؟ يلا نوضي سير. معاك شنو بغيتي تقولي؟ لا والو. قولي لي شنو بغيتي تقولي، انا عارفك. ها قولي لي مالك. ولا صافي والو. ها قولي. وصافي ما والو والو. دابا انت ملي قلت لي انا معاك صافي ما غاديش نخاف. اصلا ياك هو مات
دفن شفت قبره ما شفتوش ولكن قالوا لي مات تدفن هو خلا نبدل دابا لا حول ولا قوة الا بالله تسطات شو الجو كيفاش تبارك الله صبات الشو صراحه الجو زوين خلوها حتى تشي سبحان الله راه عند ماما ولكن ما كنتخلعش على والو محمد ما تخلينيش نبان لك بحال شي حمق وانا في العمر قلت لك حمق سبحان الله الجو زوين قد الله صار شي هذا تعجبني انا نعم شنو حسن راه ما شفتيش واش تلاه تشوفيه ولا تمشي؟ أنا نطلع نشوف صحتي. هاكي طلعي شوفي أختي طلعي.
ضروري جبتها هنا ونشوفها. سير سير شوف سير. يا عمي درت شي شاون ديال الخير. ما بقيتش فيها الغوا. ونحاولوا معاها نشوفوا واش غنديروا لها. شوفي كاينه انا ومشي وسط ربي اللي معانا ما كاين حتى شي حاجه انا ما عندك ناس تبقاي تخافي ها انا فاطمه الزهراء ها انا معك خديجه كاين حتى كاين هنا شنو طرا لك ملي خرجتي ما وقع والو علاش دافنا راسك في ديك الدار ما بقيتي كتهضري ما والو ها المشه هذيك اللي تحركات وليتي دابا غير مشه اللي تحركات ما عرفتش شنو كيوقع لك قولي هضري خرجي داك الشيء اللي عندك خرجي حسن خفتو يكون هنايا ويتبعني عاوتاني شتي اخر مره شنو وقع ليا مات حسن بح شي حسن ما بقاش معانا صافي مشى راه هو الفوق في السماء يلا يلا كملوا خرجوا يلا خرجنا عتي ما حشت الفرج انا وياك ندير الزبيط عتي بغيتي نفاجي اهلك اجي نصونا في الديور نهار حتى لينا تبقاي هكا حتى لينا راه غير مشى هادي فطم زهرة فطم زهرة كنبغيك انا كنبغيك فين هي هادي يلا خليتها جالسه فطم زهرة فطم زهرة فينك صافي صافي حتى هو مشى بسمعتو مشى انا ما كنتش كنكذب عليكم انا ما كنت كنسمع واخ صافي راه مشى صافي ضروري خاصها طبيب هاد الحاله ديالها راه غدا كترجع للور راه ضروري السي محمد تشوف لها طبيب واش دويتي مع اللي قلت لك انا ما خصنيش الطبيب انا مشى شوفها ما حنا هضرنا على الطبيب شوف ناري كنشوفها غدا وكتضيع دير بحال ديك الشمعه غدا وكتدبل حتى ما يبقى فيها والو شو كاع لحمي جراتو ليا اختي انا خصني نشوف شي طبيب احسن من الطبيب هذا الحاله ديالها غدا وكتدهور غدا وكتزيد ما صعب واش كتشرب دواها كتشرب دواها انت دابا انت معاها 3 ايام وانت معاها في الدار وانا خويا كنعطيه ليها ولكن مش عرفت انا كتشرب والله ما عرفتش طلع اختي شوف اللي تقولي ندير شي حاله في راسي الله يحمك الوالدين خصني نشوف شي طبيب مزيان وليت كنتخيل ليها ما فهمتش انا ما فهمتش يا ربي السلامة يا لا ضروري خصني نتحرك انا خصني ندير شي حل شي نهار تولي قاتلاني ولا مدير لي شي حيمان شنو غندير يا ربي السلامة يا شيف الله يكبر بيك راه كيما قلت لك اخويا والله ما نقدر باش نقاد لك هذوك الدواسات هاد السيمانه شوف المراه عندها عيانه شويه اخويا ونحاول نبقى معاها في الدار كثر من الوقت اللازم فهمتيني حتى خويا مريضه ديالي نفسانيا شويه
شوف صبر عليا واحد الشهر ان شاء الله بما ولات الصحه ديالها شويه ونشوف لك هاد لافير. الله يرحم لك الوالدين. مشاكل الخدمه انا فرح السي محمد نقول لي وليت بخير وعلى خير وما بقاش كيتهيئ ليا. حسن مات هذاك راه راجلك السي محمد. دابا انت ما تيقتينيش ياك؟ ما تيقتكش باش ما نكذبش عليك. دابا انا ديما كنقول لك راه واحد الصوت راه حسن راه شفت حسن هنا ما كتيقينيش، ولكن عاد عرفت علاش. دابا عاد عرفت علاش. كيفاش؟ حيت انت انا اللي عينك في راجلي، عينك في راجلي وبغيتي تحمقيني باي طريقه، بغيتي ترديني مصطيه، داكشي علاش جلستي عندي هنا في الدار وكتبقى تقولي لي الطبيب 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 سيري لي انت. انا في الدار الزهراء. انتي انا كتقولي فيا هادشي كامل يا ما خليك دوزت معاك الحلوه والمره وليتي كتهمني بهادشي. جايه مخليه خدمتي ومخليه دارنا ومخليه كلشي جالسه على قبلك حيت كنقول صح هادشي مريضه خاصني نوقف معاها وليتي كطعنيني. دوزتي معايا الحلوه والمره، ولكن من نهار تشوش وانتي تبدلي وانتي تصيفي عليا ملي كنقول لك حسن شفتو كدير نفسك عميه. انا حمقى؟ انا راه ماشي حمقى، انت اللي بغيتي تحمقيني. انا عاد عرفت هذا المشكل منين جاني، دوك الوساوس انت اللي خليتيني نتهيئهم، انت هي اللي كبديتي كديري لي هذه الافلام كاملين باش انا نعيش الضغط، باش انا نولي مريضه، باش انا نولي حمقى. ما كنغيزوناش اش كندير. ولكن شكرا بزاف، شي كل كلمه قلتيها ليا هنا وريتيني قيمتي واش كنسوى عندك. كنت كنقول راك مريضه ولكن لدرجه انك تشكي فيا عمرني كنت كنتوقع. صاحبتنا بنت الناس عمرني نساها. يلا هز حوايجك وبرا بحالك. اما دابا انا عاد غنولي بخير وما غنبقاش نشرب دوك الدوايات، دوك الدوايات اللي كنتي كتعطيني باش كنزيد نحماق باش كنزيد نهبل. انا عاد عرفت، انا عاد عقت بك، انا عاد حسيت بداك الشيء اللي طاري ليا. قالت لك الصحبه بزاف عليك الصحبه، بغات تسطيني ودير راجل بطل حرام. دابا عاد عقت بها حتى فات الفوت. لا 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 ما فاتش الفوت، باقي باقي نصلح بزاف د الحاجات. انت شوف 10 ديال اماكم كتغاوجوا شنو واقع؟ حاج ما واقعش. عتي في قمص الزهراء اللي كنت كنكبر انا وياه وعمرني في حياتي تخيلت تقول لي شي حاجه تجرحني. قالت لك انا باغا نديك ليها. واش تي شويه لاباس انت غتيق على الهضره؟ السيده راه مريضه وتهزي لها شويه في بالها. عندها الصح، راه لعن الله الناس اش كيقولوا في الزنقه. انا اللي جالسه مع راجل مزوج ومرته. لا واش طارج ما تيجي عند خوك؟ راه دار خوك هادي راه بحال خوك هو هي اختك. انت عارف راك خويا انا عارف راه اختك، ولكن راه فيقتني على بزاف ديال الحوايج. والاستاذ عزيز واش شي زعما ربع عمرك تجي سبحان الله العظيم واش دير وحده مريضه مسكينه ما عارفه شنو كدير شنو فاش كتفكر. وعرفتها مريضه ولكن رانا تشرحت وصعيبه عليا. شوف هادشي دير عطيت سنيني حتى انا غندوي لها صافي سيري سيري مدي لها مولا ومسحها فيا. لا لقى شويه شكون انت دابا شكون شكون؟ انا راجلك انا محمد. محمد ما صاحبتش ماشي صاحبتي نزع لي هذيك واش ما تيقتينيش واش ما تيقتينيش انا اللي كيبان ليا عارفك والله تي كيبان ليا والله تي يلاه كان صافي صافي ياك كنشوفو اسمع لي الحمد لله تيقتيني انا كنصاحبتك ماشي صاحبتي ماشي صاحبتي صافي واش بغيتي تجنني بغيتي تحمقني هي اللي كندير لي هادشي كامل كتعطيني الدواء باش نحماق باش نحماق. لا باش تولي مزيان باش تولي مزيان طيبه باش تولي مزيان. واش كتجي منا؟ لا 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 واش كتجي منا دابا؟ لا وهاك هاك شوف انا ما كنهضرش معاك مني سمعي الله يرحم والديك صاحبتك والله تنعاونها معاك نقسم لك بالله راه هي مسكينه راه مضحيه بزاف ديال الحوايج على قبلك انت والله ما يمكنش لك دير لي الحمار. غتبقى تجبد لي صاحبتي على فمك السي محمد غنتعصب غنتعصب وغنتجنن اكثر من داك الجنان اللي مع حسن. لا ما غاديش نشرب كدوا دوا لا لا ما لا غنظن دير دودو نوضي دير دودو نوضي سيدي سيدي لله على كل حال الحمد لله وشكرا لك بزاف والله الرجال بحالك محمد قلالو كون كان شي واحد اخر شاف مرتو بدات كتخرج وتدخل في الهضره
كره خلاه مشى تزوج ولا مشى دار حياه جديده. انا اول مره فاش تلاقيت بيه قلت لك واحد الحاجه، انا قلت لك غنبقى معاك واخا نعرف نسلمك حياتي. وكنتي قد كنتي قد الكلمه، كنتي معايا في الحلوه وفي المره، وشكرا على خطك عليا. بغيت نسولك واحد السؤال، كأنك ضميرك على شي حاجه؟ لا، كان ضميري كأنبني كأنبني على صاحبتي، حيت الصدمه اللي انا عشتها كانت صعيبه شويه، اتهمتها بالخيانه وهي مسكينه كان كل الامل ديالها غير تعاونني، ولكن عارفه ان ما عمرها غتسمح لي حيت جرحتها. لا ما تقوليش شحال ماك، حنا عارفين الله كيسامح ولا بديرو حتى هو كيسامح. بصح وانا ندير لك واحد المفاجاه. شنو هي المفاجاه؟ ما تقولش ليا شي خرجت. لا كاين خرجه. صاحبتك شنو سميتها؟ خديجه. بغيتك تعيطي خديجه وتقولها مرحبا بك خديجه. يا ويلي بغيتي ترجعني لعمتي الصافي ديال الشهر. لا قولي هاد الليله. شنقول؟ خديجه مرحبا بك خديجه. خديجه مرحبا بك خديجه. واه خديجه ايوا ها انا جيت. لا ما يمكنش. شكرا شكرا بزاف عزيزتي وسمحتي لي. شكرا شكرا. واخا انا باقا مقلقه منك. صافي ليا والله انا ما كنتش عارفه راسي شنو كندير ولا شنو كنقول. والله انا عاذره كنتي مريضه. عندكم شي حاجه تشربوها؟ انا عاذره كنتي مريضه وانا كنت هازه بهبال القهوه ملي بديتي كتهميني بالخيانه ما رضيتش، ولكن دابا مسامح كريم يكون ليتي بخير. الحمد لله دابا انا وليت بخير. انا كانت معطره عليا ديك الصدمه سيرتو انه مات قدام عينيا، وكنت كنحمل نفسي انني انا السبب في موته، ولكن دابا لا الحمد لله كلشي صامخش يعني عادي. ما حتى انا كتذكريه ليا ولا نشوف تصويرات ولا شي حاجه ما بقيتش كتاثر فيا. ايوا الحمد لله هذا افضل من عند الله. باش تعرفي السي محمد راه كان واقف معاك، راجلك راه ما خلاكش شي رجاله في هاد الظروف. اش كيديروا؟ كيمشيو ويعاودوا يتزوجوا ويطلقوا السيده رجعوها لدارهم ويقولوا بحال لا ما كاين مالي انا نبدا نصدع راسي ونشيب بحال شي حاله. صح، ولكن في خبارك واحد الحاجه اللي باقا ضراني في خاطري وإلا درتها غنرتاح اكثر. شنو هي؟ هي مشي عند مات حسن. هي صعيبه على مسكينه ولدها مات. انا نقول لك واحد الكلمه، الا بغيتي تنسي كل شيء هذاك الملف سديه وعيشي حياتك، اما اللي جيتي تهبشي في الماضي غترجعي من النقطه الاولى. بصح عندك الحق، ولكن اخر حاجه خصني ندير باش نسد هذا الملف ونمشي على ديك السيده ونشوفها ونسامح معها. اختي الا بغيتي تسمح لنا ديك عاره قلت لك نسي هذا الشيء كامل. ما غاديش يكع، بالعكس هو اي حاجه غادي تفرحني وغادي تخليني على بخير غادي يبين ندير. ايوا شوفي اللي غادي تسلككم، انا اختي راني عيت من المشاكل، يلا نشوف حياتي. شكرا بزاف خديجه حنيتي في حياتي.